أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين في استوديو العاصمة لهذه الليلة. نتحدث عن المسار السياسي وكذلك المسار الأمني والنقاط التي تتعلق بجملة الاتفاقات أو الحديث عن اتفاق سياسي كان حاضرا قبل تشكيل حكومة السيد السوداني، الأمر الذي قد يتحرك بشكل مختلف مع بداية العد التنازلي لإجراء الانتخابات. في المساحة السياسية السنية جملة من النقاط كتبت وثبتت في المنهاج الحكومي، وكان من المفترض أن يكون العمل على تنفيذها حاضر منذ فترة ليست بالقليلة. والحديث هنا مثلا عن ما تضمنه برنامج أو منهاج الاتفاق السياسي قبل كتابة المنهاج الحكومي، الأمر المتعلق بقانون العفو العام، سياسيا إلى أي حد سيؤثر هذا الأمر في الفترة القريبة على المشهد الانتخابي وعلى المشهد السياسي بشكل خاص. في المساحة السياسية الكردية ملف المستحقات المالية وملف كركوك والآخر بدأ يتحرك بشكل تصاعدي مع بداية العد التنازلي لإجراء الانتخابات. في المساحة السياسية الشيعية ما زال المشهد السياسي حتى الآن متأثر بغياب التيار الصدري، والحديث هنا عن فرص إجراء الانتخابات المحلية دون أن تكون هناك رغبة أو إرادة أو حضور على مستوى القرار من التيار الصدري، سواء كان من خلال تأييد فكرة إجراء الانتخابات المحلية وإعطاء رأي في فكرة التأجيل إذا ما كانت حاضرة على طاولة النقاش في الميدان السياسي. نسأل في استوديو العاصمة عن إمكانية أن تتمكن حكومة السيد السوداني من تجاوز كل هذه التحديات، سواء تلك التي تتعلق في مشهد الصراع الموجود حتى اللحظة في كركوك، وصولا إلى نقطة التحول في ملف المستحقات المالية، وإمكانية أن يكون هناك عمل على إيجاد مواجهة مباشرة بين من يمثل المالية في إقليم كردستان والمالية الاتحادية لتوضيح النقاط أمام الرأي العام، وفي المقابل أيضا كيف سيتعامل مع هذا التحدي الآخر المتعلق في المساحة السياسية السنية. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو عن تيار الحكمة الأستاذ عباس غدير، ورحب بجنابك أستاذ عباس، كل الترحيب، والسياسي المستقل الأستاذ مؤيد الجحشي، رحب بجنابك، كل الترحيب أستاذ مؤيد، وأمين عام حزب واثقون الأستاذ علي الشريفي، رحب بجنابك أستاذ علي، كل الترحيب. وأسألك بشكل مباشر، هل الظروف الآن سياسيا أستاذ علي وأمنيا على اعتبار أنت تتحرك ضمن هذه المساحة أيضا مهيئة لإجراء الانتخابات، أم أن ما حصل مؤخرا في كركوك سواء كان سياسيا وحتى أمنيا وما يثار الحديث عنه في نقطة جدل مستمرة وهو قانون العفو العام يحضر أو يمهد الطريق لفكرة تأجيل الانتخابات؟ أولا شكرا جزيلا على استضافتكم، تحية لجنابك ولجميع مشاهدي قناة سامراء وللسادة الضيوف الكرام. حتما لابد لنا من تحليل الواقع الحالي من الناحية الواقعية ومن الناحية الافتراضية. واقعا نحن ملتزمون بما يصدره أصحاب القرار من مواقف، آخر المواقف اللي صدرت عن ائتلاف إدارة الدولة هو تأكيدهم على إقامة وإجراء الانتخابات في موعدها، بل أن هناك إشارة واضحة مباشرة مع أحداث كركوك على أن هذه الأحداث لن تؤخر حتى على انتخابات كركوك ذاتها، وأنها سوف تجرى ضمن السياقات المتفق عليها مع المفوضية. ولكن هذه البيانات ليست حجة، ولكن اللي جاي يصير الآن في كركوك هناك تأكيدات أخرى جانبية من المفوضية اللي ما يوم اشتكت من عدم استعدادها. الآن هي الجانب الفني مهيئ المفوضية، والسيد رئيس الوزراء على اجتماع دائم مع الأخوة في المفوضية، وأكدوا على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. إذن ظاهرا واقعا كل المواقف تؤكد على ضرورة أن تجرى الانتخابات في موعدها، ولكن هل أن هذه الأحداث التي أجرت في كركوك وما ستؤدي به من انعكاسات على الواقع السياسي، وخصوصا أن كركوك ذات تركيبة معقدة حتى بعد إقليمي بها، هذا ما يلقي بظلال على موضوع الموعد؟ نعم يلقي بظلال على ذلك. هل يرقى إلى مستوى التأجيل؟ لحد هذه اللحظة لم يرقى إلى مستوى التأجيل. ما يدور من خلافات بين الإقليم وبين المركز على الأمور المالية، هل يرقى إلى مستوى أن تؤجل الانتخابات؟ لحد هذه اللحظة لم يرقى إلى هذا المستوى. على المساحة السنية، هل سيرقى الخلاف على مستوى القانون العفو أن يؤدي هذا في حال عدم إقراره أو تعديله بما لا تشتهي السفن السنية إلى تأجيل الانتخابات؟ لا، ما الذي نجعلنا نخمن هذا الموقف؟ وليس هو قراءة، وإنما هي المواقف السياسية التي قد تحصل. مثلا كرديا يقرر
لا مو اكو حاجه الحاجه عدم المشاركه لا الحاجه الحاجه اين؟ كل هذه الاطراف فارقت انتخابات مجلس المحافظه منذ 10 سنوات. هذه ال10 سنوات القت بظلالها على واقع الخدمي داخل تلك المحافظات، على الخارطه السياسيه داخل تلك المحافظات. كل هذه الاطراف تسعى الى التقدم باتجاه اجراء الانتخابات لاعاده ضبط ايقاع الخارطه السياسيه في محافظاتهم، هناك مشكله على مستوى الخارطه السنيه. الكل يسعى الى فرض نفوذه السياسي في المحافظات السنيه، هناك تغيير في مراكز القوى الشيعيه، من كان قويا في انتخابات مجالس المحافظات في عام 2014 لم يعد قويا في هذه الانتخابات، هناك من يريد ان ينقض على قوته. هناك احزاب صغيره قد كبرت حتى داخل الاطار الشيعي، بس الكبير بقى كبير. لا لا ولا لا، حتى بين الكبار هناك مساحات مختلفه، لم تكن هناك انفراد كانت في عام 2014 لجهه معينه على حساب الاخرين. هناك من يريد ان يغتنم فرصه غياب التيار الصدري، الند القوي، لاعاده رسم الخارطه السياسيه المحليه حتى تكون له سندا امام الخارطه السياسيه المركزيه التي فرضت تشكيله الحكومه. اذا هناك حاجه ملحه لدى الاحزاب السياسيه لاجراء الانتخاب. من الناحيه الامنيه كل مواقف وزاره الداخليه، كل مواقف وزاره الدفاع لم تشر الى فد مؤشر امني يحول دون اجراء تلك الانتخابات لحد هذه اللحظه. جيد. ولكن العراق هو يعني متعود على اللحظات الاخيره. تمام، هذا ايضا ناقشها، لكن ارحب بالاستاذ مؤيد مره ثانيه. وخليني اسالك عن تاثير ما يحصل في المساحه السياسيه السنيه على فكره اجراء الانتخابات او تاجيلها. كرديا من الممكن ان يتحول القرار في اي لحظه اذا ما استمرت الازمه مثلا في كركوك ويصدر قرار من المؤسسه السياسيه الكرديه، هل تتوقع ان يشكل قانون العفو العام مثلا أهمية لدى المنظومة السياسية السنية وبالتالي قد يترتب عليه أثر في ملف إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أما أن هذا الأمر خارج الحسابات والأهم هو إجراء الانتخابات بغض النظر عن أي ملف آخر؟ نعم، يعني بداية تحياتي لكم حياك الله ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة سامراء. شوف أستاذ علي، بداية احنا بدينا بالعملية السياسية بعد 2003 ثلاثة أطراف سني شيعي كردي. الفاعل السياسي الدولي والداخلي فتت بهاي المواضيع، وهي جعل انه انت لا تصل الى هاي المرحله انه او تصل هذا اليوم وهذا السؤال، انه هل الاكراد اذا ما انطيناهم كركوك او ما انطيناهم مستحقاتهم سينسحبون من الانتخابات وبعد ستتفتت العمليه السياسيه؟ اقول لك لا. ليش؟ لأنه يعني تتذكر أنت وقت كان يهددون السنة، سياسيين السنة ما أنطونا مناصب وما نشارك وما أنطونا استحقاقاتنا وراح تهميش تفلش وتمهمشين، جابوهم ومشوا الانتخابات. والشيعة كذلك والأكراد كذلك، من كانوا ينزلون بقائمة واحدة الأحزاب الكردية. اليوم مش عندنا، اليوم عندنا خذ لك مثل التيار الصدري ها ما راح يشارك بالانتخابات والعملية راح تمشي، لانه عندنا 4-5 اطراف عند الشيعة موجودة بالانتخابات، وكذلك السنة الاحزاب السنية. اليوم اذا ظلوا مصرين على العفو وعادي ما حد يوقع من العفو والعملية الانتخابية تمشي، لانه اذا عزم او تقدم او سيادة او حسم، شوف شنو هاي الاسماء مالهم تطلعوها، اذا طرف طرفين ثلاثة اربعة منهم ما شارك، طرف واحد يفوت بالانتخابات العملية تمشي. وكذلك ما راح يأثر أي انسحاب كل تأثير ماكو سياسي. الكل تأثير ماكو بالموضوع، لأنه راح موضوع أنه كتلة واحدة مثل ما كانت مفروضة على العراق، لكن العملية السياسية كانت بشكل مختلف أستاذ مؤيد بفرض دولي. أستاذ علي، الديمقراطي الكردستاني مع انسحاب التيار الصدري ما يأثر كل شيء، ينسحب الديمقراطي أكو الاتحاد موجود، أكو جيل الجديد موجود، أكو التغيير موجود، يمثل الأكراد. الدول الفاعل السياسي الدولي شو يريد؟ يريد ممثل عن الاكراد، عن الايزيدية، عن المسيحيين، عن السنه، عن الشيعه، ما له علاقه. وهو اللي جعل، شوف حتى تلافيا لموضوع انه يجتمعون الشيعه وما نشارك بالانتخابات اذا ما تعطونا هذه، جعل من فتت الشيعه وفتت السنه وفتت الاكراد، حتى اذا طرف او طرفين من هذا او من ذاك او من ذلك ما يشارك، اكو بعد طرفين اللخ ثلاثة أطراف موجودة تشارك ويقول لك هذا الممثل هذول يمثلون الأكراد دخلوا بالانتخابات.
وهؤلاء يمثلون الشيعة دخلوا بالانتخابات، لكن هي ليست في الأصل متدنية. مع تكرار عملية انسحاب أطراف سياسية متعددة ستنخفض النسبة بشكل كبير. أي نسبة؟ نسبة المشاركة. منو معترف بهاي النسبة؟ منو يعترف بالنسبة بالاشتراك أو عدم الاشتراك؟ ماكو اعتراف. احنا ما طول عندنا بلاسخر وعندنا هاي اسمه رومانسكي. والله لو يصير منع تجول بيوم الانتخابات، يصير منع تجول ما حد يطلع على الانتخابات. بلاسخارت ورومانسكي بالانتخابات، من اللي مشي الانتخابات السابقة؟ من اللي مشي؟ أنا وأنت نعرف، وتقارير بريطانية أكيدة 100% بيوم الانتخابات قالوا 18% شاركوا بالانتخابات. ومع العلم اكو تجارب دولية. هاي السلبية. أوكرانيا، أوكرانيا هاي مو بيها الحرب، قبل لا تصير الحرب ترى مرتين أجلوا الانتخابات لأن النسبة جو 50% بالمشاركة. سووا انتخابات اللي مبكرة لأنه 50% أقل من المشاركة. وإحنا هاي 18 تصير 4% تمشي الانتخابات. بالتالي هو القانون ما يحدد نسبة. أنتقل بهذه النقطة إلى الأستاذ عباس، ورحب بجنابك أستاذ عباس، وأسأل إلى أي حد سيتمكن الإطار التنسيقي من ترتيب الأوراق السياسية بشكل يعطي انطباع واضح للناخب ولمن يشترك في الانتخابات على مستوى القوائم أن الظروف ستكون مهيئة سياسيا وأمنيا وحتى فنيا؟ سينجح الإطار التنسيقي أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرة الإطار التنسيقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ علي وضيوفك الأعزاء ومشاهدي قناة سامرة. يعني واقعا استاذ القضيه ما مناطه فقط بالاطار التنسيقي. تعرف اليوم مساله نجاح العمليه الانتخابيه مسؤوليه الجميع، هو الطرف الاكبر. جيد، اتفق معاك انه الاطار التنسيقي هو المعنى الاكثر والاكبر بالحكومه بشكل عام. لكن اليوم احنا عندنا، تعرف اليوم عندنا ورقه اسمها ورقه اداره الدوله، اللي هي بالاساس شكلت الحكومه العراقيه، واللي هي اطرافها هي كل مكونات الشعب العراقي وكل الاحزاب على اختلاف مشاربهم. فبالتالي مسؤولية نجاح وتهيئة الأمور والظروف للانتخابات هي مسؤولية الجميع. والاتفاقات اللي على هذا الأساس شكلت حكومة السيد السوداني جاءت بناء على التوافقات اللي حصلت بين هذه الأطراف. فاليوم قضية نجاح الانتخابات، نجاح العملية السياسية، نجاح البرنامج الحكومي لسيد السودان هو مناط بالجميع. قضية مو قضية إطار تنسيقي، قضية الجميع. يوم الانتخابات تعرف اليوم واحدة من البرامج اللي اتفق بها السيد السوداني والإطار التنسيقي والأحزاب الكردية والسنية أنه تجرى انتخابات خلال سنة واحدة، واليوم هي واحدة من تطبيق هذا البرنامج الانتخابي هو مسؤولية الجميع. فبالتالي مو قضية إطار، قضية إدارة الدولة بشكل عام. لكن الحديث عن ما تم وضعه في المنهاج أو الورقة السياسية أستاذ عباس، ومنها مثلا ما تحدثنا به في بداية الحوار، قانون العفو العام، ملف كركوك، كل هذه الأمور راح تكون تحديات ضاغطة أمام الإطار التنسيقي. واستمعت يوم أمس لحديث رئيس الوزراء عندما قال جلست مع قادة تحالف إدارة الدولة وتحدثت معهم بشكل مباشر، لماذا تتفقون على أشياء معينة ومن تحت الطاولة تحركون الملفات بشكل مختلف؟ ما اللعب بهذه الطريقة سيربك الوضع قبل الانتخابات. يعني شوف أستاذ علي، كل حكومة تشكل، سواء هذه الحكومة أو اللي قبلها، عندها برنامج حكومي. يعني وأغلب الحكومات اللي تشكل على هذا الأساس يعني يمكن تنجز 70-80% من البرنامج الحكومي لها. مو ما عندنا حكومة إجت وانجزت هذا البرنامج 100%. وأكو قوانين وأكو اتفاقات حصلت بإدارة الدولة، قوانين صعبة. يعني مو أنا أقول لك ما راح ممكن أنه هاي تكون نافذة، لكن صعبة، مثل قانون مثلا العفو العام أو قانون مادة. ليش أوقع عليه؟ جيد، أنا عندي بس حتى شكل لا 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 حكومة. أنا أوقعت عليه، عندي النية بأن يكون هذا القانون واقع حال، أنه أنا وأنت متفقين أنه هذا القانون يجب الانتهاء من عنده. مثل قانون النفط والغاز، قانون العفو العام، قانون المادة 140، هاي قوانين دستورية. فبالتالي أنا كحكومة أو كمشكل أو كداعم لهذا، هو وقعت عن قناعة لو ظروف في لا لا لا، اليوم أنا من أتفق مع كتلة سياسية
قطعا اكو هذا الاتفاق ملزم بتطبيقه، لكن يوم تعرف كركوك ليش ما تطبق؟ الضيف العزيز ذكر فت قضيه استاذ علي، ذكر قال العراق باي لحظه ممكن تتغير كل المعالم، اليوم انا عندي اتفاقات انه هذا قانون النفط والغاز كون يعني يرام ويصير، لكن ممكن الظروف ما تكون سانحه، الظروف ما تكون مهيئه، لعله يكون هناك ظرف طارئ يحتم علي انه هذا البرنامج انه هذا القانون ارحله الى مرحله اخرى، فبالتالي ما دام اكو نيه الان لكن ممكن يعني نقدر ننجز هذا. انا اقول لك ماكو اليوم اكو، انا اعطيك بدل يعني توقيتات زمنيه فعلا انا هذا القانون راح انجز، خاصه انه هذه الحكومه مو هي ثبتت بتوقيتات زمنيه. لا لا ما عندنا برنامج ثبت يعني اليوم مثلا قانون العفو العام ما عد اتفاق انه خلال السنه الاولى مثلا هذا راح يكون واقع حال، او مثلا قانون النفط والغاز خلال سنتين، لكن اكو اتفاق واكو اجماع واكو توافق بين هذه الكتل السياسيه انه قانون العفو العام يجب ان ينزل. هنا القضيه وين؟ انا كحكومه الان متفق انه هذا قانون اقدمه للبرلمان العراقي، لكن انت اليوم اي قانون يرحل من الحكومه الاتحاديه يذهب الى البرلمان، ايش تتصور مثلا كل اعضاء البرلمان اللي مثل واحد يقول لك انا اقسميت على ان احفظ مثل سياده العراق، عنده راي يقول لك هذا قانون غير مطابق للدستور مثلا، فراح يصير اختلافات وين؟ داخل البرلمان العراقي. فبالتالي القضية مو قضية ما سنرجع نرجع نتحدث عن الدستور، فالمشاكل كثيرة، بالتالي هو حتى وضع الحكومة هو غير دستوري لأنها شكلت دون كتلة أكبر، فهذا الموضوع لا هذا موضوع آخر كثير. لا موضوع آخر كتلة أكبر عن الدستور تفاصيل. يجب أن يتطابق مع الدستور، فالدستور تم ضرب الدستور في نقاط كثيرة ومنها قصة الكتلة الأكبر. لا أستاذ علي بالنتيجة إذا أكو قانون هناك يعني يقر خلافا للنصوص الدستوريه فاكو محكمه اتحاديه واكو برلمان ممكن يقدم طاعين ويقول لك هذا يا بمام ولا المحكمه الاتحاديه اوضحت قرارها مثلا في ملف كركوك عوده الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت هذا ما يصير في الموقع هذا نفسه نعم في حين تم الاتفاق بين كل الاطراف السياسيه على العوده على العوده وطرح السيد السوداني موقع اخر موقع اخر مو الموقع نفسه هذا علي اكو قرار ولائي من المحكمه الاتحاديه طرح السيد السوداني على الحزب الديمقراطي الكردستاني موقع اخر اختارنا موقع تعال تمام استاذ عباس انا بهذه النقاط مع الاستاذ علي هو كيف يمكن ان نصل الى مرحله يكون فيها انسجام بين ما تتحدث به الاطراف السياسيه وبين ما تسعى اليه الحكومه وبين ما ترغب به ايضا المحكمه الاتحاديه ملف بسيط عندنا اكثر من وجهه نظر تحالفات والتوافق السياسي جاء بنصوص معينة رحلت هذه النصوص للحكومة حتى تنفذ جاءت الحكومة تنفذ حركت الأطراف السياسية كما عبر رئيس الوزراء أدواتها عطلت هذا التنفيذ المحكمة الاتحادية أعطت رأي مخالف تماما لرأي الحكومة ولرأي المنظومة السياسية وقت نوصل للمرحلة ننظم بها هذه الأمور بشكل مختلف يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها ابتداء يعني هناك خطأ كبير بقياس الأمور يعني مثلا لما نقول قانون العفو ونضعه في الساحة السنية فقط وكأنه مطلب سني فقط هو يقدم على أنه مطلب سني هنا الخطأ هنا الخلل أنه الإخوان من توافقوا وهو توافق وليس اتفاق على تمرير الحكومة وليس لأن هذه القوانين مهمة ويجب الانتهاء منها هذه الأمور يجب أن تسمى بمسمياتها لا يوجد شعور أقول لك أكو أهمية وجهة نظر محترمة أنا وجهة نظري ووجهة نظر الشارع بأن هذه الأمور توضع في سلة واحدة في خانة المساومات على قولت هاي مو انا حكيتها زعماء سياسيين طمطم لي وطمطم لك مشي لي ومشي لك هاي مو انا حاكي على لسان زعمائهم هاي القضيه في هذه السله موضوعه فيها لا توضع في غير سله ابدا انه يجي السياسي العراقي يشعر باهميه هذا القانون ويريد يمشي بهاي المرحله انا اعتقد هاي الامور من 2003 مغيبه عن الواقع السياسي العراقي هذه الامور وضعت في سله تمشيه حكومه السوداني حتى نكون صريحين مع شعبنا لا ولذلك جاءت الأغلبية بال270 التي صوتت بعد أن كان النصاب عصيا على التيار الصدري وتحالف الثلاثي كما كان يسمى مجرد ما وافقوا الإخوان على إعادة نفوذ هي القضية مو قضية بناء ولا قضية بناية لغرفة العمل المتقدم هي نفوذ سياسي ولذلك من طلعوا هالكركوك يشكون من تخرصات الحزب الديمقراطي وما كان يمارسه من ويلات التعذيب داخل المبنى هذا وهذا سيء الصيت طبعا والاستخبارات والاسايش وحاسبون حتى اللي بات بالفندق فهو كان الاعتراض مو على بنايه غرفه العمليات المتقدمه وانما بناء على نفوذ هذا الحزب داخل كركوك لانه الاتحاد الوطني الكردستاني موجود بنايته موجوده في كركوك وماكو اي مشكله في تواجده القضيه ان تجير هذه القوانين وتسمى بمسميات طائفيه وكان قانون العفو والسجون العراقيه مليئه فقط بالسنه
ولا يوجد مسجونين أكراد، ولا يوجد مسجونين شيعة ولا تركمان. كان المتضرر الأكبر، ما هو المتضرر الأكبر مجيرته أنت الآن طائفيا. الأربع إلهاب مو بس إنه، يعني ما أعرف جيروه طائفيا، وبالتالي من يجير طائفيا وضع في سلة مساواة. يعني مثلا ما سمعت مشي لك حكومتك الشيعية مشي لي هذا المطلب. ما سمعت فد يوم مثلا قيادي في الإطار يتحدث عن ضرورة إقرار قانون العفو العام. ما هو إحنا وين السجناء؟ سجن الحلة شبيه؟ سجن الناصرية شبيه؟ كل سنة؟ لا. تجيير هذا الأمر صح. بصيغة طائفية هو هنا الخطأ، وما بني على باطل فهو باطل. تصفية الأمور المالية مع الأكراد على أنها كردية بحتة، ما نقول ذولا مواطنين عراقيين موظفين إقليم طراحوا بين حانة ومانة، هم عراقيين، عراقي كردي، ليش ننكر عراقيتهم؟ هم موظف احتار بين إدارة الإقليم وإدارة المركز. أنا شنو ذنبي كموظف؟ مشكلتنا وين بالزعماء؟ هذا عراقي، مشكلتك عامله ككردي. استاذ علي مشكلتنا برؤيه جير الزعماء والخلاف المالي كانه خلاف حزبي سياسي طائفي، مو خلاف على اليات اداريه، وبالتالي وضعت في خانه مو انه هاي قوانين ومشاكل عالقه يجب ان تمضي بين اجزاء الوطن الواحد، لا، يجب ان تمضي بين البيوتات الطائفيه، البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي. وضحت فكرتي وين؟ اذا سمينا هذه الامور بمسمياتها نجي إلى سؤال جنابك بإيجاد الحلول. الرجل السوداني صريح جدا يقول ما اتفق عليه الجميع عصبة القوم أمامي لتمشية كرئيس وزراء اختلف عليه نفسهم، وبدأت سياسة تحت الطاولة لا تمشي لهم هاي حتى ما تمشي ذيك. هذا الحكي متعودين عليه بالعملية السياسية، وهو الغدر بالاتفاقات حتى على مستوى المكون الواحد. الغدر اللي صار على مستوى المكون السني بين السيادة والعزم واللي كانوا جزء واحد، وقبل شوية قضية سياسة التفتيت للبيوتات، هاي سياسة مدروسة فعلا بجانب إيجابي. مدروسة من يقودها؟ العراق حلب الصراع نفوذ إقليمي، يعني هسه لحد اليوم ماذا قد ينطبق أيضا على التحالفات الجديدة. اليوم أردوغان يطالب بعدم رفع أي علم آخر غير العلم العراقي لمدينة عراقية بحتة في قلب الخارطة العراقية، لا وهي كركوك. النفوذ الإقليمي موجود، من أعاد كركوك من براثن الحزب الديمقراطي هو تدخل سليماني آنذاك وتعاونه مع حكومة العبادي، تحرير الليلة الواحدة الذي وصفه الحزب الديمقراطي بخيانة الاتحاد الوطني الكردستاني. خلينا نكون صريحين، العراق ملعب وليس لاعب. احنا المشكلة ملعب لمن؟ ملعب للنفوذ الإقليمي والنفوذ الدولي. انت تعال جيب للتحدي من الاقتصادي. من الكابتن الآن حصير محاور حلقاتك القادمة، محاور حلقات هو الجانب الاقتصادي. الآن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الإمارات والسعودية والهند وغيرت مسار العالم كله على ممر اقتصادي جديد سوف يلقي بظلاله على العراق وعلى إيران وعلى سوريا، أن بين ذي شهر الخريطة من اللي انعزل عن هذا الاتفاق ولأي غاية. العراق بلد ملعب وليس لاعب. الكابتن في هذا الملعب للأسف الشديد هي فرق أشبه بالملعب الخماسي. هسه على والو يجي يلعب باحترامه، يجي يلعب بالملعب الخماسي وسخه ويطلع، وتعالى صاحب الملعب ابتلي بالزباله اللي وخلفت هاي المنتخبات. ترى حقيقه مو ملعب متكامل. ما عندنا قرار احنا عراقي. هلا حد يوم امس احد زعماء السنه احمد الجبوري ساله مقدم، يمكن حضرتك سالته، جنابك سالته، ما ادري احد قال له منو اللاعب الحقيقي بالقرار السني؟ قال له بدايه تركي، وعادي صراحه بعد ان لم تستحي فافعل ما شئت، قل ما تشاء. قال له اولا الاتراك، ثم جاءت السعوديه، قال له والامارات، قال له اخر واحده، ثم قطر ثم الامارات. هذا عيب، عيب، هاي إهانة للهوية العراقية. أستاذ راح أحكي لك على دولة إقليمية جارة، يطلع المكون اللي محسوب عليها يدافع عنها، أحكي على الدولة المقابلة يطلع ذاك المكون محسوب. الآن إحنا عبارة عن بلد كونتونات، شنو بمن يزوقون هذا البلد؟ هاي البيوتات، إنه فسيفساء عراقي يجب مراعاته، تنوع الفسيفساء العراقي. هو في هذا 750 قومية وديانة بالهند، ولكن علمها واحد، كلمتها واحدة وقرارها واحد. التنوع ومغادرة هذا الخطاب أناقشه مع حضرتك أستاذ مؤيد. هو في كل موسم انتخابي تعودنا من 2004 إلى لحظة الحوار معكم الآن أن يتصاعد هذا الخطاب مع اقتراب أي موعد انتخابي سواء كان محلي أو برلماني، لكن يبقى السؤال هنا، هو هل ما زالت هناك فرصة لإعادة هذا الخطاب، للترويج لهذا الخطاب داخل النظام السياسي الحالي؟ لولا الأمور ما عادت كما كانت في السابق، على كل طرف سياسي أن يغادر هذا الفهم وأن ينتهي من قصة التقسيم المكونات في كل الملفات. لا شوف، هي يعني تأسيس الأحزاب وقيادة الدول وتصدر المواقف السياسية في الدول تنبني على فكرة وشعار. جماعتنا بعد 2003 تذكر، ها قبل 2003 كانوا مع عربية واحدة
مشى وعبد الكريم قاسم العراق والاتحاد العربي. الجماعة بعدها بدأوا بموضوع السنة وشيعة وأكراد، بعدين صارت الطائفية، بعدين خلصت الطائفية. ظل عندهم تعالوا نتذكر مال 2014-18 موضوع النبني ونعمر ونعيد البلد وإصلاح وإعمار، هاي طلعت كلها أكاذيب. زين هسه وصلنا لهاي المرحلة، طائفية بعد ما تشتغل، ما تشتغل تاني قومية هم بعد ما تشتغل. تشفت صار بكركوك موضوع يعني مو قبل ليش شهر اشتغلت القومية؟ ليش قبل شهر أنا قاعد هنا بهذا الاستوديو قلت لك لازم يخلقون لنا أزمة، لأن برنامج حكومي ماكو، عفو حزبي ماكو. زين أنت إذا أنت حزب نازل انتخابات، إذا بعد شهرين الانتخابات أنت يمتى تقدر تقنع جمهورك أو تضحك عليه أو تخدعه إنه أنا راح أسوي لك فلان شيء؟ يمتى وأنت معلوم عندك من شهر الثاني شهر الواحد يابا الانتخابات بال 11 لو بال 12 شنو اللي منع انه يقدم برامج او يكتب برامج او يؤسس لبرامج؟ ماكو ماكو ما اخي خداع خدعه، لانه اي حزب موجود حاليا حتى محمد الشيعة السوداني هسه مو رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحه ما بيده قرار 100%. عبيد من القرار ما يقدر يصدر قرار 100%، هو يجوز 90% القرار ماله، ال 10% بس ال 10% يحتاج الاحزاب، يحتاج الكتل يوافقوا له على لا معدنا مثلا حسب عنوان رئيس وزراء العمل بيختلف، لكن عنوان القائد العام للقوات المسلحه المفروض الصلاحيات عنده 100%، 10% شلون يناقش؟ عنده عمليات مشتركه، عنده وزاره الدفاع. اي بس ما يناقش القرارات مع المنظومه السياسيه، يناقش النص على اساس ما شنو انت كل عقلك؟ ماكو قرار 100%. وزير يا ابو عوف محمد الشيعة السوداني وزعماء التحالف نفسه قالوا ارجع لنا وزير، وزير هسه اترك رئيس وزراء، مجموعه من كتل واحزاب وشكلوا حكومه، وزير اللي جاي من الكتله السنيه هم ما بده توقيع 100%، من يريد يوقع له شو يكتب له؟ حسب الضوابط. يعني ترى مو يم القضيه، روح انزل على المدراء للضوابط لو على الوكلاء. زين تجي وين تقول لك؟ يقول لك تعال هسه خلقونا بكركوك عرب وكراد. ليش وصلوا مرحلة؟ وصلوا مرحلة لا العرب مقتنعين بالأحزاب العرب السنية العربية ولا التركمان ولا الأكراد. ايش سووا لهم؟ شو تعالوا خلينا نطلع لكم الفيلم مال هذا العملية البناية مال عمليات المقر المتقدم ها؟ نعزله. وانت شفت صاروا المسيحيين والتركمان والعرب في جبهة والأكراد في جبهة ثانية، ايش راح يصير؟ راح يمشوها للانتخابات. عندهم الطرق والاساليب. اقول لك ما انت قلت ما يقدرون يستخدمون هذه الاساليب. إيه اسمعني اسمعني، احنا شنو شغلنا؟ احنا شغلنا نفند هاي المواضيع. احنا شغلنا نفند هاي، احنا المحللين، احنا المستقلين، شغلنا نفتت هاي المواضيع بحيث ما نخليها تصل هاي المرحله. انه حزب صاحب امكانيه ماليه سياسية دولية، أنت ما عندك برنامج تقنع به مواطن يروح لك يوم الانتخابات ينتخبك؟ ده ليش يقول لك عندي هسه سنيا عندي برنامج يا برنامج مغيبين العفو العام تفاصيل كثيرة يطرحها كنقاط في أي ملف انتخاب. زين هذا برنامج؟ زين قانون يصور على قانون العفو العام مثلا، هذا مو برنامج؟ جيت على قانون العفو، أنت جيت وأستاذ علي مشكور تكلم على هالموضوع. هو ليش الأربع إرهاب؟ أنتوا يا جمهور عاد تسمعوني، ليش هو الأربع إرهاب؟ هسه بالسجون بس سنة؟ صح الاكثريه سنه تمام، بس اكو مسيحيين ما فايتين اربع ارهاب كانوا مع داعش، اكو يزيديه كانوا مع داعش اربع ارهاب، اكو اكراد، اكو تركمان، اكو شيعه، ها كلهم محكومين اربع ارهاب عراقيين كلهم، مو بس سنه على اربع ارهاب وبتهمه داعش. صاحبيهم ابرياء، وانا حكيت يعني بس اسمح لي برنامجك بدقيقه واحده، حكيت بغير قناه على موضوع انا قلت 80% من الموقوفين والمحكومين ها على اربع ارهاب بين قوسين بتهمه داعش 80% دواعش و20% ابرياء 100% 20%. اسمعني انا موضوع ال 80% وين؟ والله نواب خابروني على الموضوع، يابا انت فايت بدم العالم، انت فايت بدم الابرياء، يابا على كيفكم؟ ترى الاربع ارهاب موقوف او محكوم على داعش، مو بس اللي شال بندقيه، اكو انا واستاذ علي نعرف بالموضوع، هذا الشايل بندقية اكو أربعة خمسة وراه ها
ابو الاكل، ابو الاطعام، ابو العجلات، ها ابو تخديم العتاد، ابو الخدمات اللوجستيه، ابو الاتصالات، هذا كله تخدم هذا شايل بندقيه. الناس عبالها اللي بالسجن موقوف لو محكوم دادة. بس اللي شايل بندقيه ثلاث سنين تحكم داعش اربع محافظات، بس اللي شايل بندقيه منو جاب لهم عتاد؟ منو جاب لهم اطعام؟ منو جاب لهم جقاء هذا؟ سموه بالاشتراك. ملابس معود قام القماش يجيب منين؟ هاي الافغاني كانوا يلبسوه الخاكي وغير الخاكي، هذا جام هندي قماش هندي خاكي جام من الهند استوردوا له، منو جاب له؟ منو؟ تجار غير تجار، هذا من القبض عليه. لا 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 عراقيين اتراك سوريين، انا ما عاد احكي على هذه، عاد احكي على التاجر اللي جاب قماش لداعش ولبس وفصل وسوى لبس افغاني باعتبار جاب البدله عسكريه. تمام زين، هذا اللي محكوم اربع ارهاب لو بس اللي شايل بندقيه. زين وشنو المشكله افرز؟ ارقى سؤال سالتني بموضوع العفو وموضوع السنه. اخي ما يريدون يفرزون، لو رادوا يفرزون الاحزاب السنيه كثيره وحراميه مالهم كثيرين وخامطين من الدوله مليارات. لجان محامين عشر لجان مثل ما سوى صدام حسين من دز لجان على السجون الحمل اليمانيه وتعال اللي يقرا فيها ما اعرف ايش طلعوه، الباقي له 13 سنه وبريء طلعوه. اسوي لجان تزعل على الموقوف على 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 الموقوفين وعلى المحكومين على السجون. اكو مصلحه ببقاء هذا الملف؟ طبعا اكو مصلحه. ليش وين المغيبين؟ تتذكر ما قصه المغيبين؟ وين صارت؟ هسه انا راح ارجع لك. ليش لا لا ليش انتهت قصه المغيبين؟ ليش؟ لانه قال لهم يابا تعال، كل من يقول انا عندي مغيب تعال، هذا قاضي وهذا ضابط تحقيق، ها تعال قول منو ابنك. اكثرهم طلعوا دواعش. انا راح اناقشك، اكثرهم دواعش اكثر اللي مداخله بسيطه اكثر الاف من الموقوفين والمحكومين الشيعه السبعين في السنه على راسنا الاخوان كلهم جميعا، انا احكي كعراقيين متوقفه قضيتهم بسبب هذا التركيز العشوائي على قضيه الارهاب. يعني اكو موقوفين متوقع بقضايا مشموله بالعفو بكل دول العالم، هذا راح نوقف على هذا الملف والصراع السياسي. بلا مقطع كلام اي حتى انتقل للسؤال عباس 30 ثانيه. اكثر اللي راحوا قدموا دعاوي على انه هاي ورا ما صارت الهوسه مع المغيبين اللي مشوا الانتخابات السابقه عليها السنه، ها اكثر اللي راحوا قالوا لهم تعالوا جيبوا قدموا دعاوي اشتكوا طوني اسمه الثلاثي الرباعي اسم امه وين يسكن، اكثر اللي راحوا ها طلعوا دواعش. هسه هذه ارجع لك كل عقلهم انه كل عقلهم انه ابنه ما عنده داتا من اشتغل مع داعش فقال والله قتلوا ما اعرف بيه وين مغيب، بس بيهم صح يوم غيابي. انا بدي اناقشك في قصه المصلحه، لمن المصلحه في بقاء هذا الملف معلق مثلا؟ ما عندهم برنامج. هو اريد اناقشها بالتفصيل مع حضرتك. استاذ عباس انا ما مع استاذ عباس من قال كل حكومه تجي تطبق 70% والله 20% ما تطبق البرنامج. استاذ عباس انا خليني اسالك باللي تحدث به الاستاذ علي قبل قليل وهو مساله انه اي اتفاق، اساس نتحدث عن الاتفاق الاخير ورقه الاتفاق السياسي، هي ما توقعت لرغبة صادقة من القوى السياسية بتنفيذ مثلا قانون العفو العام، ملف كركوك، قانون النفط والغاز، هذه الملفات العالقة من سنوات، لا هي توقعت حتى تمشي كل الأطراف السياسية وتعبر هذه المرحلة، مرحلة ما بعد انسحاب التيار الصدري خلونا نشكل حكومة وبعدها خلي يصير يصير، هذا الهدف. يا محترمات الاستاذ علي، بعد هو وجهه نظره واحنا نحترم هاي وجهه نظره. اتحدث لك مفهوم الطمطم لي وطمطم يعني هسه بعد هو راي الرجل هذا، بس احنا حتى نكون نحكي بواقعيه استاذ علي. انا اتفق يعني مع اي طرح انه بعد 2003 الاخفاقات والقصور والتقصير اللي صار كان واضح من الفاعل السياسي. والاستاذ ذكر في بدايه تشكيل النظام السياسي كان عندنا احنا حكم المكونات. هذا واقع حال مفروض فرض واقع حال. لا هو مو مفروض قصه فرض استاذ. اليوم انا كشيع اليوم 35 سنه مغيب 35 سنه يمارس النظام معي ممارسات طائفيه، بالتالي اليوم فرصه صار عمليه سياسيه ديمقراطيه حتى احصل حقوقي حتى اضمن حقوقي، انا ابتليت كمكون شيعي واستشعرت الخطر وقلت انه هاي فرصه ثمينه ان اعيد اصطفافي كمكون واخذ الحكومه، فصارت مكونات. لا وبعد اضيفها كم قضيه اخرى، مو بس مكونات، اصلا حتى المكونات اللي تشوف نفسها اقليه بالوضع العراقي خاصه المكون الكردي، يعني ما كان عنده رغبه بالمشاركه بالحكومه اذا ما كان يقول يابا انا ما اشترك اذا ماكو ثلاث ركائز تكون هاي تكون واقعيه باي تشكيل، انه يكون اكو توافق باي قرار.
ويكون توازن في مسألة المناصب وغيره. لا هو غادر ويكون شراكة. لا لا هذا لا كان مطلب أساسي. التحالف الثلاثي غادرها في البداية. الحزب الديمقراطي راح مع التيار ورادي شكل أقول أستاذ علي أنتم بقيتم متمسكين به بصراحة. قضية المحاصصة قلت حقوق المكون أكون بخدمتكم. قضية التحالف الثلاثي غادر المحاصصة وغادر هذا هاي كذوبة. لا ليش كذوبة؟ لا كذوبة أنا أقول لك ليش كذوبة. همس إنه وشيعة وكلاس. جزاك الله خير. لا واليوم أنا اليوم أجي أوزع الكابينة الحكومية على التحالف الثلاثي. وين راح أوزعها؟ ما راح ياخذها جزء من الشيعة؟ ما راح ياخذها السنة؟ هو شكل الحكومة؟ هذه الكعكة اللي يطلع بالإعلام لمتبنين لهذا التحالف أو الأحزاب الناشئة أو اللي يلقي اللوم على الفاعل السياسي إن حكومة محاصصة جيد أنا أتفق وياك. انت بهذا النظام وبهذا الدستور وبهذا القوانين ايش تقدر تسوي؟ جبت لك 100 مقعد 200 مقعد، انت غير تشترك مع كتل سياسيه واحزاب بغض النظر سواء كانت شيعيه او كرديه. لا بس بالنتيجه راح يصير عندي معارضه موالاه استاذ عباس. لا شلون؟ لا جيد المعارضه كرديا عندي طرف، شيعيا عندي طرف، وسنيا عندي طرف، اكو فرق. شو وقت تكون معارضه حقيقيه؟ اليوم كلكم مشتركين. جيد، شو وقت تكون عنده معارضه حقيقيه؟ انا اليوم كمكون اكبر كشيع اليوم. في الموالات يجب ان اكون اغلبيه اني. بالموالات بالحكومه يوم اللي يكون مثلا احنا كان اعتراضنا احنا كاطار تنسيق وكحد تيار حكمه كان سماحه السيد الحكيم بالضبط من هذه الفكره. ما عندنا مشكله ان يذهب جزء من المكون الشيعي مع جزء من المكون السني مع جزء من المكون الكردي بشكل حكومه، لكن بشرط اقول بشرط ان يكون المكون الاكبر المكون الشيعي حتى في الموالات اغلبيه، يعني مو 73 قبال 110 113. وفي المعارضه حتى في المعارضه المكون الاكبر يكون لازم يكون هو الاغلبيه باعتبار هو حكم الاغلبيه. فهذه قضية انه يعني اغادر المحاصصة هذه كذوبة وهي سيمفونية يحاولون يعني تريد بالاثنين اكثرية؟ نعم شلون؟ انا كمكون لا لا حقيقة اليوم استاذ انا اليوم انطي رسالة اطمئنان. انا اليوم هاي الحكومة بيها مجلس رئيس وزراء، مو رئيس وزراء يصوت، مجلس رئيس وزراء، ومن اشكل حكومة انا وين الاغلبية هذا القضية؟ من اتبنى مشروع كحكومة وانا بهذه الحكومة تمثيلي بهذه الحكومة انا اقلية، شلون اتبنى قوانين؟ قضية مو قضية انه انا بمجرد اجي اسوف التحالف بغض النظر تحالف ثلاثي او غيره. اليوم انا كمكون هسه انا بعض الناس بعض الاعلاميين يخجل يقول شيعة وسنة، لا ما اخجل ابدا. اقول لك استاذ عباس سؤال اذا تسمح لي ما اخجل ابدا. ليش اخجل انا؟ لا مكون شيعاني وشيعي واحكي بالاعلام ابدا ما اخجل. ما بي هذا هو وضعنا احنا. لا قضية انه انا اخجل من السني ولا اخجل من الشيعي، كل مكون يطالب بحقوقه، لكن شنو؟ وفق الدستور وفق القانون مو وفق اتواته وفرض واقع حاله والعصيان والمظاهرات وغيره. اكو دستور اكو برلمان مظاهرات دستورية جيد يوم اللي تكون دستورية يوم اللي يكون هذه المظاهرات وفق طلب يقدم للقانون ويختار له مكان امن مو يعطل مصالح الناس مو يعطل يسد الشوارع يحرق لي تاير بالشارع ماكو اي مشكلة. بالعكس هو هذا النظام الديمقراطي احنا ذلك نطبق. اما انا اجي مظاهرات خلاف هذا الامر قطعا الكل راح ترفضها. هذه القضية كون نؤمن بها لين نخجل ولن نحمل. أنا اليوم ليش ما تلتزم بكلامك مع جيد شركات. انا اليوم اجي لا استاذ عباس ليش ما يلتزم كل المنظومه السياسيه؟ منو اللي قال ما التزم؟ ماكو التزام. لا بس خليني اول رئيس الوزراء بنفسه يوم جيد. يوم امس من يقول انه انا تحدثت مع قيادات اداره الدوله وقلت لهم بالنص ليش تتفقون على شيء وهذه حاله وتحت الطاوله تحكون شيء وهذه حاله ايجابيه لرئيس الوزراء انه يابا كون نرجع للاتفاقات. اي بس سلبيه على اداره هذا اليوم هو البرنامج برنامج كتله وبرنامج حكومه ملزم بتطبيقه من الحكومه لو من الحكومه الحكومه العراقيه. فبالتالي اليوم من يجي السيد السوداني ويقول يابا احنا عندنا اتفاقات شلون يصير هذا اللعب من تحت الطاوله مثلا؟ وليش هذا الحديث حكاه مع الاطار التنسيقي في اجتماعه قبل يومين انه انا اتفاقات والدليل انه التزم بقراراته رجع للحزب الديمقراطي الكردستاني بما انه اكو قرار ولائي من المحكمه الاتحاديه يمنع تسليم هذا المقر المتقدم لكم يا حزب الديمقراطي الكردستاني انا اعرض عليكم موقع بديل حتى تكون انا ملزم بتطبيق هذا القرار. تمام استاذ عباس انا خليني مع الاستاذ علي. لا لا والله استاذ علي بس خلي عندك مداخله بشكل سريع. مجال عندي مداخله بشكل سريع. يعني ما اعرف استاذ عباس خلط علينا الاوراق. اول شيء الدستور شو يقول بتشكيل الحكومه؟ ايش قد يريد له كم نائب بالبرلمان حتى يشكل حكومه؟ 50 زائد 1. وايش قد ال 50 زائد 1؟ 329 نائب. 167 107 يعني لا مو تسبقه خطوه احسنت خطوه رئيس الجمهوريه نصاب رئيس الجمهوريه طبعا 220 تشكيل الحكومه. لا هو سال احنا لنفرض لنفرض انه الشيعه لنفرض ان الاحزاب الشيعه جابت 170 مقعد. هل الأحزاب السنية والكردية
والفاعل الدولي يقبل انه الاحزاب الشيعيه شكل حكومه؟ هاي الديمقراطيه. لا بس هو هاي الديمقراطيه والدستور. لا لا هو بال 170 استاذ علي استاذ لا اسمح لي هو بال 170 بال 170 ما يشكل هو بال 170 ما يشكل احزاب الشيعه حصلت 186 مقعد بس ما يقدر يشكل اذا ما الخطوه. خلونا نسال الاستاذ علي عن هذه النقطه. انتم موضوع يعني استاذ علي الموضوع توافق جيد. خلي هذه النقطه اجيك فيها استاذ علي. انتم كعناوين جديده كواثقين وتيارات سياسيه اخرى تريد ان تقدم النفس على هذا التوافق، تريد ان تعدل المسار تصحح المسار. الخطاب واضح لاني تحدثك استاذ عباس، حقوق المكون فوق كل شيء. لا تتحدث لي عن شعارات وطنيه وعن تفاصيل اخرى. انا اليوم كاطار ادافع عن حقوق المكون بشكل واضح. ومن تكلم غير ذلك؟ المشكله بالتخريجه. احنا عندنا مشكله بالتخريجه. الاخوان خرجوها بصيغه طائفيه، ولكن ان عدنا الى الصيغه الديمقراطيه وهو حكم الاكثريه للاقليات، هاي واضحه من دون اي نقاش. هي الديمقراطيه، هي الديمقراطيه حكم الاكثريه للاقليات، وبالتالي انا الطف الجو، افلتر الامور، انا حي على الصلاه، شئت ام ابيت ان المكون الاكبر محفوظ احقيته بتصويته. متى ما خرج المكون الاكبر للتصويت سيغلب ديمقراطيا بانه هو شكل الاغلبيه. الاخر يعترف بنسبته السكانيه عن طريق مشاركته الانتخابيه، مو اجي اسويها بيوتات من اول لحظه، بيت سني، بيت شيعي، وبالتالي فرضنا على انفسنا قالب الشراكه الوهميه، احنا اصلا الديمقراطيه الوافده علينا، اجتنا الديمقراطيه مفصله على اساس البيوتات الطائفيه، وسنوا هذه السنه منذ اول لحظه، منذ اول انتخابات، تخندق الشيعه بما يسمى بالائتلاف العراقي الموحد. وتخندق السنه بجبهه التوافق العراقيه، طبعا كلها عراقيه هم يسموها. بس هي بالاصل هذا عرابه سني، هذا عرابه شيعي، دخل اللاعب الدولي اخذ يلعب بالاعدادات مال هذا وذاك، الان اصبحت سنه وفرضوها علينا، فرضوها على اجيالنا. لا لا ما ابدا ما شكك، هم تعاملوا مع واقع سياسي مفروض من الخارج وبعتهم قال التعامل. نعم اخي العزيز، تشكيل الحكومه بفلاتر، فلتر ايراني، فلتر سعودي، فلتر اردني، فلتر تركي، الكويت، هاي الدويله توقعاتك الشيعيه الدويله هسه اخر فضيحه، اخر فضيحه بقضيه خور عبد الله. مو الكويت تهدد بفضح السياسيين العراقيين الذين تلقوا الرشا. يا عزيزي الولاءات موجودة، وأنا فكرت أنه العراق ملعب وليس لاعب، وعلى لسان زعمائه وضحت الفكرة. إحنا نجي نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية ونترك أفكار الديمقراطية الوافدة المفروضة علينا من الخارج. يعني السفير الإيراني شخصيا يقول لم نأتي إليكم بل سياسيكم يجونا، هم سياسيكم يجونا، هذا مسجدي قبل العام قالها، قال هو سياسيكم يجونا، ما عندهم حل المشاكل، هم يجونا لنحل مشاكلهم. احنا نريد نسمي نحمي المكون الاكبر يا اخي بصيغه وطنيه مو بصيغه طائفيه. انا حقي مثبوت بصندوق الاقتراع لان انا اكثريه، غصبا علي يقبل وما يقبل. لا يقول لك لو رايح التيار الصدري ومشكل حكومه يضيع، ما له علاقه بالتركيبه. التيار الصدري اجى غير بس طريقه اللعب من 4-4-3-2 الى غير طريقه 4-2-4. اجى قال ما اريد خلطه عطار. شنو خلطه العطار؟ انا الجميع يشترك. أنا أريد خلطة مفصلة، منفصل وليس متصل. يا بشنو يا سيدنا المنفصل وغير متصل؟ أنا أريد هنا شيعة سنة كرد يشكلوا حكومة، شيعة سنة كرد يشكلوا معارضة. ما نجحت الفكرة مال الرجل، راد يسوي فالتحويلة من لبنانة العراق إلى التجربة الماليزية. هسه بماليزيا ما حكى محمد، مو باني ماليزيا الرجال. خب موجودين أصناف يعني لو ماشي موجودين. كان وضعنا يكون افضل؟ ما الله اعلم، الله اعلم، حسب نوع التطبيق. ترى كل النظريات هي محترمه، الشيوعيين جاؤوا بنظريات محترمه ولكن فشلوا بالتطبيق في بالخمسينات. اجوا التيار الناصري فشلوا بالتطبيق، اجوا البعثيه والاشتراكيه لما تقرا هسه الاطار حاولوا وفشلوا. الاسلاميين ايضا فشلوا حال من سبقهم، العله وين؟ العله تكافليه، العله بالحاكم والمحكوم. احنا ليش نغيب المواطن عن هاي المعادله؟ اكو خلل عندنا بالمواطن كذلك، احنا كمواطنين احنا كمواطنين ايمو غيبنا المواطنه واستبدلناها بالولاءات العقائديه والعشائريه والمناطقيه، يعني انا حظوظي كمرشح شيعي اريد انزل بصلاح الدين بعراقيتي، من يشتريني بزبانه؟ ليش؟ لان تجذرت بهم الطائفيه، لو اجيهم وانا مخترع الجي بي اس ما يقتنعون. أنا جاوب الأخ العزيز، أكو فرق بين المحاصصة والاستحقاق. كالفرق بين حقوق المكون الأكبر طائفيا وحقوق المكون الأكبر ديمقراطيا. الخلل بالتطبيق، شلون خلل بالتطبيق؟ لو كنت أنا مخترع الكهرباء
أو مخترع المصباح الكهربائي اللي هو أديسون، وكنت بدري أو كنت إطاري أو تياري، وضحت الفكرة؟ وحصة الكهرباء من حصة الحلبوسي، ما يعطوني الكهرباء حتى لو أنا أديسون. زين انا خليني اسالك ينطوها الواحد لا يفهم قبل لا تخلي الاستاذ مويد لانه حصلت على اي والله خليني اسالك سؤال. نعم تاثير لا قبل انتقل للاستاذ مويد استاذ علي وياك. هل سيكون هناك تاثير كبير لغياب التيار الصدري على الانتخابات؟ لو لا الامور راح لا مو تاثير كبير على اقامتها وما بعد اجراء السيد الصدر لحد الان لم تصدر منه اي اشاره لعرقله صفو العمليه الانتخابيه، بل هو ما زال مسيطرا على كتلته الجماهيريه سيطره تامه، بل ما زال يعاقب بها على اي تصرف شاذ عن القانون والشرع. لحد هذه اللحظه ماكو اي تهديد، رسائل اللي موجوده انه انا فقط اعتزلت العمل معكم وما زلت على رايي ولكل حادث الحديث. اما تقول لي تاثر على اللاعبين، نعم تاثر، فرحه الزهره عندهم ند قوي، عدم مشاركه نعم فرحه ند قوي كاد ان يبتلعهم لو جاء معه 18 نائب فقط والتحق بركبه لاكمل النصاب بالتحالف الثلاثي وتحققت نبوه طارق حرب، والله ما يحصلون شرطي. مصائب قوم عند قوم فوائد. جيد استاذ مؤيد انت ذكرت انه الامور ما عادت مثل ما كانت، الخطاب الطائفي، تقسيم المكونات انتهى، ماكو فرصه للحديث بهذا الملف. الان استاذ عباس تحدث بشكل واضح، حقوق المكونات يجب ان تحفظ، وهذه تحفظ من خلال من يمثلها في المؤسسة السياسية سواء كان سنيا شيعيا كرديا، وبالتالي التوازن والتقسيم الطائفي موجود وهذا واقع حال. انت مقتنع بهاي الموضوع؟ انا اتحدث لك باللي لا بس انت مقتنع بحقوق المكونات؟ يعني مقتنع بهاي الكلمتين انت؟ بدعة. كل عقلك استاذ علي، انت قول لي حقوق السياسيين بهذا المكون، لا تقول لي حقوق المكونات. هو اكو شيء ما باعوا المكونات؟ اكو شيء ما انباع عن طريق المكونات؟ يضحك صار عباس. لا عفوا لا. لا يا حماد المكون هاي وجهه نظرك. يابا ما اقول اراضي وما اقول عقارات وما اقول عقود وما اقول مقاولات، التعيينات ما انباعت؟ زين. ها؟ لا الحال وضع ارباح المكون محافظات نحن جماعه المكون الاكبر. من يمثل؟ اي حقوق مكون؟ ويك تنى قول لي حقوق الاحزاب المشاركه بالانتخابات، قول لي حقوق الاحزاب والسياسيين المشاركين بالحكومه، اقول لك نعم هو نفسه ما المكون اللي وراه. شنو اللي صار؟ انا رحت مرتين بهاي الزياره، رحت اني بنفسي مشيت، اني بنفسي مشيت. ها والله العظيم اني امشي واقول طيح الله حظ العيحكم. وين يا زياره تقصد؟ كربلاء؟ كربلاء انا بريزي رحت سويت موكب ها وخدمت الزوار انا. الله يتقبل اجمعين ان شاء الله. شنو سمعت؟ الله وكيل. هي لو ما الناس يا دولة، أنا يقول لك الدولة أنطت كهرب مستمر، هاي مو كله بس كربلاء، مو كل المحافظات القريبة من كربلاء، والماي والباقي كله على الناس على المواطنين. لعد وين المليارات؟ أنت يا الشيعة لعد تحكمون صار لكم 20 سنة ومليارات الدولة بيدكم، وين؟ الشيعة ما يحكمون الشيعة. منو رئيس وزراء؟ محافظات. لا هذا مو صحيح. لا اليوم انا بحكي بالاعلام. منو اللي يحكم؟ يابا ما رئيس وزراء. لا لا محافظات محافظات. الحاكم. مو رئيس وزراء شيعي. يلا يزعل استاذ عباس. لا مو ازعل. محافظ كربلاء. لا واضح مو محافظ بابل. محافظ كربلاء رحمة عمي. كربلاء هذا هون اهون شوي. شنو والله العظيم انا بال 98 اخر مرة رحت. وهالمرة رحت. يعني بنفسي. مو يعني غير شيء كربلاء زين الصراحه. هي الافضل من بين المحافظات. اهون لا اهون هي الافضل من بين كل المحافظات الوسط والجنوب. لا بس اللي تربطها مع المحافظات الاخرى هي الافضل. بال 98 كانت انظف من هسه كربلاء. ايه كنظافه ارض وشوارع و مليار مليون يعني. لا ترتيب ماكو. انت دوله مليارات بيدك وعندك 40 يوم بكل سنه ما عدا يعني الباقي المناسبات. الفوضى صارت بالعوده، الفوضى صارت بالعوده. إيه؟ عندك مشايه من دول العالم، عندك العراقيين ها بال 15 17 19 مليون بس عراقيين لازم يزور ويرجع. شوارع ماكو، خدمات ماكو، نظافه ماكو، ترتيب ماكو، ها وتقول لي حقوق المكونات؟ تعال على السنه. ايش عندنا يابا بالسنه؟ ايش قصرنا من تحررت محافظاتنا؟ صار 6 سنين مو؟ ما اقول غير شيء، بس اقول صدام حسين بال 89 ها من خلصت الحرب وقال يعمر الاخيار ما
ما يدمروا الأشرار سنة واحدة من الفاو إلى البصرة، ما ظل حي، ما ظل شارع، ما ظل بناية ما انبنت خلال فترة 8 سنين كانت متوقفة مع الحرب العراقية الإيرانية. صار 6 سنين محافظات متحررة وتريليونات توزعت، ومحافظ نينوى خلي يقول أنا ابن الموصل، محافظ نينوى بنفسه اعترف 4-5 مرات قال أنا استلمت 3.5 تريليون من 19 لحد هذا اليوم باقي 4 سنين. ويني على محافظة نينوى؟ ويني حقوق أحزاب مو حقوق مكون. حقوق أحزاب وسياسيين. أكو سياسي يملك مليارات الدولارات بهاي الأحزاب، وأكو سياسي بيته إيجار، ما يهم على ناس وناس. زين أنا خليني بدقيقة أريد داخل الحزب مو بغير حزب، داخل الحزب طبعا ايه؟ ناس وناس. بدقيقة لك أستاذ عباس تعلق لي على مفردة ذكرها الأستاذ علي، أنه كقوة سياسية شيعية غياب التيار الصدري عن المشاركة السياسية عندكم شو اللي خربنا أنا أكشن قضية أستاذ علي؟ لا بالعكس، الإطار التنسيقي سعى واجتهد وحاول ومرر وبعث رسائل على مشاركة التيار الصدري. بالنتيجة نجاح التيار هو نجاح للمكون، نجاح للعملية السياسية بشكل عام. بس أنا لا تسمح لي دقيقة أجاوب الأستاذ. إحنا نكون متشائمين إلى حد ما، كلش متشائمين. يعني اليوم أنا منحكي بحقوق المكون، أنا الزيارة اللي ذكرها الأستاذ كنت أمنع من الزيارة، كنت أخصف بالمدافع. لا ما كان أكو منع. لا أنا أضرب لك مثال. لا اسمع الأستاذ. لا ما كان داخل وياهم كان أكو منع. اسمع الأستاذ. أنا ضابط واستاذ عليهم كان ضابط. اذا تسمح لي انا ما قاطعت. لا ما كان اكو مانع. تسمح الدعايات مانع في جانب مانع من تروح الزور. اذا تسمح لي استاذ مانع تروح الزور. هسه انا امامك لا اذا تسمح لي استاذ. اي انا 10 كيلو العقائدي اكو. انا 10 كيلوات راكب الفدائيين يركبون وراي بالبيكاسيات 10 كيلوات من 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 سائل الاسماعيلي في كربلاء الا طلع 10 كيلوات الفدائي يركض عليه بالبيكاسي. هو ما زكاه من هاي الناحيه من ناحيه الخدمات. انا اذا تعرف مكون انا بعيني اشوف قبة أبو الفضل عباس والإمام الحسين تقصف. أنا كمكون ماكو محافظ من محافظات الوسط والجنوب إذا ما بها مقابر جماعية. أنا كمكون عمي وابن عمي يروح للمثرامة بالشعبة الخامسة، ومشنقة الشعبة الخامسة يوميا 200-300 شيعي يروح من عندها. أنا كمكون أذان أشهد أن علي ولا الله ما كان موجود. أنا كمكون إذا تسمح لي، إذا كمكون ما اقدر اقيم الشعار الحسيني، ما شعار حسيني. هذا كله جانب عقائدي. جيد، هذا واحد من حقوقي انا اليوم كمكون. واضح، انا كمكون. بس اليوم اللي يمثل مكون سياسي. جيد. شنو قدم للبصره؟ اذا اسمح الاستاذ علي. انا اذا احكي لك انجازات، اذا اشوفك انجازات، كثير انجازات عندنا بالوسط الجنوب، انا بالوسط الجنوب. شنو اللي ما لا لا لا. انا هسه شوف اذا تسمح لي. يعني لو تقول لي انا الان البصره انا اذا يعني تقول لي نسبه البطاله يعني هذه البطاله استاذ ذكر انا هذه السنه صح ايش قد اذا اسمح استاذ يلا انت ما تحقق وياي تحقق وياي لا لا مو جيد اكو مقدمه لا تسمع لا جيد انا الان اذا كبطاله انا هذه السنه 700,000 واحد عينته 638,000 واحد ضفت للرعايه الاجتماعيه اذا اكو تقدم اكو فد شيء انا ما اقول لك هذا طموحي انا الان بالوسط والجنوب ومحافظه البصره تنتج 1,800,000 برميل ويروح لاقليم كردستان اللي ما يطيل النفط مالتي. زين اذا تسمح لي تروح للبصره وين؟ جيد اقول الان من تروح للبصره احنا الان المشكله وين استاذ علي؟ الان جيب واحد اعلامي وشفنا بطوله خليج 25 جيب كويتي جيب سعودي اذا تسمح لي وخليه يطب البصره وشوف شو يحكي ويتغنى بالبصره وشوف شو يحكي ويتغنى بكربلاء. ذكر الاستاذ كد ذكر اذا تسمح لي ذكر زياره الامام الحسين ذكر 22 مليون استاذ علي 22 مليون السعودية 1,800,000 كل زيارة بالحج يموتون عنده 300-400 مدافع 22 مليون أنا أنا مشاكل خدمية وصير صاخة بس تقول لي هالقضية أنا اليوم أجي وأحول القضية وأن الحاكم الشيء عم الشيء ما يحكمون عم رئيس الجمهورية يصدق على القوانين ترى كردي رئيس البرلمان اللي يسحب القوانين ترى سني أنا أيضا يسوي سلبيات ويجيب كل المشاكل كأنما الشيعة هم السبب انت الان السني اذا عندك نجاح بالعلاقه تشارك وياي واذا اكو خفاق انت السني كل يشارك وياي خلينا نسولف انا اتكلم عن الشيء ومعرضيك
أنا أتفق تماماً، أتفق تماماً مع ما ذكره أستاذ عباس. الفترة السابقة فترة النظام هي فترة بائسة، فترة دكتاتورية، وهي ليست حالة مثالية، ليست حالة مثالية حتى أقيس بها، ليست بالحالة المثالية. أنا أسأل بصفتي أحد أبناء المكون الأكبر، هل هو الجانب العقائدي وحده فقط اللي يفيدنا الآن؟ أنا أسأل أين العراق بالقطاع الصحي مقارنة مع العالم؟ أين العراق بالتعليم العالي؟ أين العراق بمستوى التربية والدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية؟ أين العراق في كل مجالات الحياة من ناحية الخدمات؟ هاي حقوق المكون الأكبر، جزء من هاي. أتفق معك. لقد فشل الحاكم الذي تسمى باسم المكون الآن الأكبر. ومن شارك الآن أقول لكم نسبة، ومن السنة بس ما نقول لي فشل. أحسن. من شاركهم السنة والكفر لأنهم عملوا لطوائفهم الآن لا لوطنهم. هذا الكلام دقيق، الكل شارك لي نجاحه. حكمة، شكرا جزيلا. والأستاذ مؤيد الجحش السياسي المستقل أشكرك، وأمين عام حزب واثقون الأستاذ علي الشريفي كل الشكر لجنابك، ودائما أحييكم أنتم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعة. إلى اللقاء.